قهوه جاي. قوم. عايز واحد شاي. عندي ناس صوت. ما عندي ناس صوت. ناي. الأول يا سيدنا الأفندي. شاي يا معلم. آه حبيبي. تسلم إيدك. أنت شكلك غريب ومش من هنا. أصل أنا معلم ما أخبيش عليك. أنا كنت عايز أشرب شاي. كل ما أشرب شاي أخش قهوة ما ألاقيش سكر. أخش قهوة ما ألاقيش سكر. جيت دخلت عندك سبحان الله ما ألاقيش سكر. سبحان الله. قال له معلم هو انت تاجر سكر؟ لا حظ الله بيننا وبين الشغلانه دي احنا بطلناها من زمان. بقينا نتاجر في العنب. اشمعنى العنب يا معلم؟ اصله بناتي. بناتي؟ اه. يعني ايه بناتي؟ بيفكرني بالبت بطه. بطه مين؟ بطه دي حبيبتي اللي حجبوها عنا الاستاذ. ايدك بس كده واتكلم عادل. عارف بطه دي؟ كان عندها حاجب اطول من حاجب. معاق يعني؟ لا ما تقولش كده. ربنا يشفيها ويرحمها. يعني يشفيها هي ميتة ولا عايشة؟ عارف كان عندها عين مقفولة عن التانية. ربنا يشفيك انت معلم. بطة دي لما كانت تمشي في الشارع كانت بتوقفوا على رجل من الخوف. فكرتني ببطة. اشرب اشرب اشرب. اللي هو اللي معلم. هو الشاي ده طعمه غريب كده ليه؟ لا اصل الشاي ده تحويجة الست عدلات. الشاي ده فيه حاجات تخلي الواحد يشمئز انما يستلذ في نفس الوقت. ما احنا ايه قلنا بقى نزود لك شوية سكر يا سكر عشان الشاي يعجبك. وعجبنا يا معلم بصراحة. ايه عجبك؟ ننزل بكوباية تانية؟ لا انا عايز براد. زردة. هنجيب لك براد زردة يا حضرة الظابط. انت عرفت منين ان انا ظابط؟ لا ما بيبان برضو. وسيادة اللواء يا ولي مهمة مهمة مش مهمة. لا يا ربي يا رجال هو انا عمي اقبض عليك يا عم سبحان اللي فاكر تقبض عليا. مش اي حد يضحك على القماش. القماش 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 القماش.